الندوة الصابت حول قراءة في كتاب أشكال للأستاذين الدكتور سليمة مرز وعلي مزدور بخصوص الثقافة الحسانية. هذا الكتاب يعرض لأشكال الفرجة الحسانية من خلال رقصتي القدرة ورقصة الشيباني، مستحضرا معالم عدة وأبعاد لغوية ومعجمية انطلاقا من الشكل والنوع والصنف. رقصتي القدرة ورقصة الشيباني، إذا هذا التراث عليه أن يولي أهمية بالغة لكي نصل إلى نموذج تراثي تنموي هادف. سليمة أمرز مؤلف الكتاب. إذا يندرج الكتاب ضمن التأصيل لجانب مهم من جوانب الثقافة الحسانية، وهو جانب الفرجوي، التراث الفرجوي الحساني عبر مجموعة من المحددات ومجموعة من المقومات. قد خصص الجزء الأول من هذا العمل للرقص الشعبي عبر تأصيل مجموعة من الرقصات الشعبية ضمن مجموعة من المقاربات واستحضار مجموعة من المقاربات ها هنا، المقاربة السوسيولوجية والأنثروبولوجية، ثم أيضا لاستحضار بعض الملامح المقاربة الدراماتورجية في هذا الجانب من خلال استحضار واستلهام مختلف مقومات الفرجة في هذه الرقصات. وقد جاءت البادرة على كل حال من أجل تأصيل المظاهر التمسرح وأشكال الفرجة على كل حال في الثقافة الحسانية باعتباره حديثا من محددات الثقافة الحسانية. فكان لقاؤنا اليوم حول قراءة وتمحيص هذا العمل عبر مجموعة من القراءات التي تكلف بها مجموعة من الأساتذة الباحثين في هذا الجانب بعين ناقدة واستحضار والاستنكاه مختلفة ما بهذا الكتاب ومحتواه من أهمية، والتي قد تساهم في تطوير المسار الحساني واستثمار هذه الأشكال في تجهيز بحث المسار. صاحب كتاب أشكال فرجة في التراث الشعبي الحساني بشراكة مع سليمة أمرز. تأتي مبادرة جمعية أنفاس للمسرح والثقافة في نشر كتاب أشكال الفرجة في التراث الشعبي الحساني كمبادرة مهمة جدا، في إطار أن يوجد الكتاب المسرحي ويوجد كتاب الدراسات الفرجوية، وكذلك يوجد الكتاب الذي يتعلق بالتراث الحساني الرصين. وهذا الكتاب فقد طبع فقط بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واليوم كانت قراءة أجريت فيه من خلال مداخلات مجموعة من الأساتذة الأجلاء الذين بحثوا في شكله ومضمونه وقدموا فيه مجموعة من الإشارات المهمة والدلالات التي تبعث فينا روح السؤال وروح البحث من جديد لتقديم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مختار الدهاه، أحد المساهمين في قراءة كتاب أشكال الفرجة في التراث الحساني، وهذه عملية جينا باش ندعموا بها هذا العمل الثقافي الذي بدأ به هذا الشباب، يستنبط هذا التراث ويبحث في أغواره من أجل إخراجه إلى الرأي العام، إلى القراء، من أجل أن يستفيدوا منه من داخل الأقاليم الجنوبية ومن خارجها أيضا، حتى يكون هذا التراث معروفا ويكتشف الجميع قيمته الثقافية. وأيضا فيه قراءة أنثروبولوجية عن مجتمع الصحراوي منذ زمن من خلال تجليات الفرجة وأشكالها عنده. وجاء هذا الكتاب على هامش مهرجان السادس لأنفاس للتراث الحساني، وكانت فعلا محاولة جيدة، نتمنى المزيد من مثل هذه التجليات. شكرا.